طيب الله اوقاتكم اعزائي المشاهدين بكل خير، واهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم صوتكم. صوتكم الذي يصل عبر شاشه الرافدين، نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول ابرز الاحداث على الساحه العراقيه، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمه الواتساب. فاصل ونعود اليكم. هذا بلد ترسوه مخدرات، ترسوه اذيه، ترسوه فوضى، ترسوه زنا، ترسوه ملاهي، ترسوه خمر، ترسوه حبوب. بلدنا منتهك من كل الجهات، ومع الاسف الان حاله بالبلد هي اكثر من الارهاب، هو انقطاع الماء. بطل من ابطال البصره وليدي، انت طالبت بحقوق البصره، طالبت على مود مي مالح. قانوننا قانون، هذا منتمي لفلان جهه، لا تحاكي مدلل. والقانون يطبق على الفقير، مليارات يبوقون ما حد يحاكيهم، والفقير يبوق له قنينين حكم 20 سنه. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، نتحدث في بدايه هذه الحلقه حول تقرير لمفوضيه حقوق الانسان، والتي رصدت فيه العديد من الانتهاكات التي تمارسها القوات الحكومية ضد المعتقلين في محافظة نينوى. أوضحت المفوضية خلال زيارتها لقاعات الموقوفين بأن الكرامة الإنسانية تنتهك في مراكز الاعتقال التي تعاني من الاكتظاظ وانتشار الأمراض كالجرب والتدرن والتهاب الكبد الفيروسي، مطالبة السلطات بإنهاء معاناة الموقوفين وحسم قضاياهم وتوفير الملاكات الكافية من ضباط التحقيق والملاكات الأخرى من أجل ضمان سرعة إنجاز القضايا الخاصة بالموقوفين. مفوضية حقوق الإنسان قالت في وقت سابق بأن المعتقلين في سجن تلكيف في محافظة نينوى فقدوا كرامتهم لما يتعرضون إليه من انتهاكات، لا سيما النساء اللائي يكتظ السجن بهن، ما يمثل انتهاكا صارخا لحقوق الأطفال والنساء. هذا طبعا حال المساجين ليس فقط في نينوى وإنما في جميع السجون في العراق. تأخر قضايا الموقوفين، عدم حسم قضاياهم، عدم رفع أوراقهم إلى القاضي الرشاوي. احنا قبل يومين اتصلت بنا امرأة من الموصل، يعني تحدثت عن هذا الموضوع بأن إخوانها أو أولادها تم اعتقالهم في الموصل، لا يعرف، خرجوا من الموصل في بداية دخول تنظيم داعش وتم اعتقالهم واختفوا هم وسياراتهم. تحدثت بأنه تم طلب 4 دفاتر، يعني 40,000 دولار، لكي يتم معرفة مكانهم أين. وهذه الحادثة أو هذا الأمر في العراق يحدث في كل المحافظات، دفع الرشوة لمعرفة مصير أولادهم، وهناك الكثير من الحالات تجدها أنه تم تصفيتهم أو قتلهم. طبعا هناك كذلك يعني حديث عن اتهامات داخل فصائل ميليشيات الحشد الشعبي. اليوم هناك اتهامات ضمن ميليشيات الحشد بشأن مقتل عدد من المدنيين في قبيلة شمر في قضاء سنجار، كذلك بمحافظة نينوى. الميليشيا اليزيدية قالت بأن ميليشيا الحشد هي من قامت باغتيال المدنيين في سنجار كونها تسيطر على المنطقة بشكل كامل، وأضافت بأن العملية الأخيرة التي استهدفت مجموعة من أبناء قبيلة شمر تمت بقيادة شخص يدعى أبا العابد. النائب السابق عن محافظة نينوى عبد الرحمن اللويزي اتهم الميليشيات الأيزيدية بتنفيذ عمليات قتل وخطف ضد أفراد من عشيرة شمر في المنطقة. هذا ما يحدث في نينوى. إذن السجون العراقية معروف حالها، هناك سجون مشهورة في العراق، سجن الناصرية، سجن الحوت، اليوم عندنا مثلا سجن في نينوى، مثل ما أشار إليه تقرير مفوضية حقوق الإنسان، يعانون من الأمراض، يعانون من التهاب الكبد الفيروسي، التدرن، الجرب، عدم وجود أماكن كافية للموقوفين في هذا السجن. التقرير أشار إلى أن المساجين قد فقدوا كرامتهم بسبب
عدم وجود يعني آلية قضائية وعدلية تقوم بالتحقيق في قضاياهم. موضوع آخر يعني موضوع التعويضات، معروف أنه في الرمادي، في الفلوجة، في صلاح الدين، في محافظة نينوى، لغاية الآن لم يحسم هذا الأمر، أمر التعويضات للمتضررين. هناك عشرات الآلاف من المنازل التي هدمت بعد إثر المعارك التي حصلت بين القوات الحكومية وبين تنظيم داعش. اليوم عندنا عشرات الألوف من المنازل دمرت، ولكن حكومة حيدر العبادي لم تحسم أمر إعادة بناء هذه المدن وإعطاء التعويضات لذوي المتضررين أو أصحاب المنازل المتضررة. اليوم إذا أردنا نتحدث وناخذ بعض المقتطفات، مواطنون من مدينة الرمادي في محافظة الأنبار يعني شكوا من التقصير الحكومي الواضح في ملف التعويضات وإعادة الإعمار وترميم البناء التحتية للمؤسسات والمرافق العامة في المدينة، فيما أكد قائم مقام الرمادي بمحافظة الأنبار إبراهيم العوسج وجود أكثر من 40,000 منزل متضرر جراء العمليات العسكرية في مدينة الرمادي فقط رغم مرور سنوات على انتهاء العمليات العسكرية. خلونا نشوف بعض ردود المواطنين حول هذا الموضوع في مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار ونرجع لكم. بدت واسطات، يعني عندك واسطة يقدمونك يطلعونك كشف يسووا لك كذا، ما عندك واسطة ما حد يدير باله ولا حد يدحق عليك، خلاص الدمار. يعني بيوت كلي تراحت، اللي قاعد له بخيمة، اللي حتى لو شغلة بلديات يجي يشوف كاسحة، يعني هم لو بس يشيل له الانقاذ، هم بالانقاذ يقدر هو راح هو منه من كيفه راح يعمر بيته، يعني بس شيء ابسط شيء الانقاذ. نعم، احنا حكينا في حلقات سابقة حول هذا الموضوع، موضوع التعويضات، بأنه اليوم حتى اللي يطلع اسمه يعني انه مثلا يقول له بعد تستلم 6 أشهر او بعد سنة، اذا طلع له مثلا 10 مليون دينار كتعويض يوقع على 2.5 مليون، يعني ربع له وثلاث ارباع يروح بجيوب الفاسدين. هذه الحالة اللي حاصلة واللي نسمع بيها من اهالي الانبار. شي يطلع لك إلك ربع منه، يطلع لك 40 مليون إلك 10، يطلع لك 10 إلك 2.5، إلك ربع علني. الموضوع أصبح علني في محافظة الأنبار، هذا بالأخص في محافظة الأنبار. أما محافظة نينوى فلغاية الآن يعني مع الأسف موضوع الجثث ما زال تحت الأنقاض، ولم يتم رفع يعني الأنقاض إلا اللهم من قبل الأهالي، من قبل بعض المنظمات الإنسانية التي تقوم بالمساهمة في رفع الأنقاض. أما موضوع أنه إعادة بناء فلا يوجد أي شيء أو أي أثر على الأرض، والحديث عن مؤتمر الكويت لإعادة إعمار المدن المتضررة في العراق وتخصيص تقريبا في ذلك الوقت قبل عام أكثر حوالي تقريبا 30 مليار دولار، اليوم لا نسمع أي خبر عن هذه الأموال التي خصصت لإعادة إعمار المدن المدمرة. نعم، نريد أن نستمع إلى أصواتكم أعزائي المشاهدين حول هذه الملفات وملفات أخرى في هذه الحلقة. ملف تحدثنا في البداية عن ملف المسجونين في محافظة نينوى وما يتعرضون إليه من يعني انتهاكات وما يتعرضون إليه من ممارسات وحشية من قبل القوات الحكومية، وكذلك تحدثنا عن موضوع آخر وهو موضوع يعني قتل ميليشيا الحشد لأفراد من قبيلة الشمر كذلك في محافظة نينوى. معنا اتصال أم دنيا من تركيا، تفضلي أم دنيا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك أخ عمر؟ أهلا وسهلا بيك. أنا بالنسبة لي دا أحكي على الحكومة اللي قبل هذه الحكومة وقبل في السنين بعد ما راح صدام. نعم. أنا بسنة الألفين. نعم. سنة 2006. نعم. كنت لو زوج بنتي أستاذ جامعي، أنا من منطقة الحسينية طبعاً. نعم. وكنت لو حماية اللي هو أخو زوجي بالدرير زرفوه بعدين ذبوه على الزبالة ضربوه بحقة الرحمة. نعم. زين بعدين كذلك ابن عمتي وكذلك ابن خالتي نفس يعني العملية. نعم. بالدرير زرفوهم ما خلوا حتى عينهم قلعوها
حتى يستونهم سلعوها، بعدين طلقه وقتلهم. اي وزوجي كذلك، والحمد لله يعني زوجي ما مات، فكان بايع ايمس بيتنا 6 شدات بالحسينيه بدنا نطلع، لان الوضع قام يوم على يوم يصير اكثر. نعم. ايه اخذوا السياره الزوجية 2013. نعم. العفو 2003 واخذوا 6 شدات. نعم. ايه وضربوه طلقه وذبوه على طريق هذا الخان. نعم. بس بعد الى عمر والحمد لله عالجناه. ايه وراها طلعت بعد من العراق، قلت ما بقى لي وطن. فهذه حكومه، ماكو حكومه، هي اللي تحكمنا ميليشيات. لما رحنا للمركز نبلغ بانه احنا راحت لنا فلوس سياره، قال لزوجي روح قول الحمد لله على سلامتي. نعم. لا تدور بعد ورا الفلوس والسياره، زين لحد وين القانون؟ وين الحكومه؟ وين الشرطه؟ وين الامن؟ زين انا من يحوظني يعني؟ شقد 30 سنه بيت، لما بنيته متت بدموع عيني، تالي يجي واحد ياخذ فلوسه ويروح، من اللي يحوظني؟ واذا ارجع لبلدي وين اقعد؟ نعم. من يحوظني اللي راح؟ من بنتي خلوا لها اطفال اثنين، وحمايه خلوا لها اطفال اثنين، من اللي يحوظنا من هذا الشيء؟ فيا اخويا يعني اريد الشعب يكون واعي، اريد يشوفونها. الى متى؟ هاي 15 سنة، إلى متى يعني نظل؟ إلى متى يعني؟ نريد حقنا، نريد بلد آمن، نريد الاستقرار، نريد الحكومة تنظر إلنا. إحنا ما عندنا لا راتب ولا تقاعد، ولدنا زوجي عمالة أنا. نعم. زوجي كان أصلاً زين، وهسه عمره 65 سنة، يعني بعد حتى ما يقدر يشتغل، شلون راح نعيش؟ وين حقنا من النفط؟ وين حقنا من بلدنا؟ نعم. فيعني اريد هذا صوت يسمعوا المسؤولين، تسمع هاي الحكومه الهسه الجديده، تنظر الى الشعب اللي تاذى معنويا وجسديا ونفسيا. نعم. الله يعينكم. اشكرك على فتح المجال لي. الله يعينكم أم دنيا ويفرج عنكم ويعين جميع العراقيين. هذا الواقع يعني صراحة، هذا الواقع المرير اللي يعيشوه العراقيين. هذه حالة يعني، أم دنيا تحدثت عن حالتها وكيف أنها خرجت من العراق بسبب انفلات الوضع الأمني، وبسبب يعني الحكومات المتعاقبة، بسبب الفساد، بسبب الرشوة. هذه حالة من آلاف الحالات. اليوم احنا خصصنا الحلقة لمواضيع متعددة وملفات متعددة. يعني اليوم تصور عزيزي المشاهد، أعلن في العاصمة بغداد عن تأسيس أول مرصد عراقي يعنى بقضايا مكافحة الإتجار بالبشر في البلاد. يعني وصلنا إلى حالة الإتجار بالبشر في البلاد. المرصد قال بأن قضية الإتجار بالبشر تعتبر إحدى أهم القضايا التي تتبوأ موقعا متقدما من الجرائم والانتهاكات المرتكبة، وتشغل حيزا مهما من اهتمامات الناشطين والمنظمات الحقوقية الدولية، نظرا لاتساع هذه الجريمة واتخاذها أشكالا متعددة، لا سيما مع تزايد معدلات الفقر والبطالة وتصاعد نسبة الأمية في العراق. مع الأسف وصل الحال في العراق إلى الإتجار بالبشر. نعم، معنا اتصال أبو طه من بغداد. تفضل أبو طه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية خاصة لك أستاذ عمر. حياك الله يا أهلا بك. حركة الرافدين. أهلا وسهلا بك. بس اسمعني من التلفون، اترك التلفزيون الله يخليك أبو طه. صوتك مسموع. نصير التلفزيون للأخير. أستاذ عمر، بالنسبة للسجناء. نعم. السجناء أنا إذا أحاجيك. نعم. أدي واحد يشتغل كهربتي بالعظمية. نعم. زين، ضبط القوات الأمنية أخذته، صار له حدود سنتين وشوية. نعم. زين، هسه جانا الخبر قبل أسبوع، حكم مؤبد. ابنك يعني ابنك ابو طه يحكون عليها، ابنك هو لو قريبك؟ لا، من نسائي. نعم. شنو التهمه؟ يعني التهمه مجرد صارت حمله بالعظميه
اخذوه وياهم، وهاي صار له سنتين الا قبل اسبوع حكم مؤبد. حكم وين العداله؟ نعم. وين حقوق الانسان؟ شاب بعد ريع عن شبابه شنو مصيره؟ نعم. زين وين حقوق الانسان؟ وين الامم المتحده؟ وين الحكومه الموقره الجديده؟ يقول مجرب لها يجرب ورجعونا بنفس الوجوه حشم، اقول وجه حشم سامع الوجوه الكالحه. نعم. وين حقوق الانسان؟ وين امريكا؟ يعني الا تجبرهم امريكا طلعوا السجناء زين يلا يطلعوهم، شنو السبب هاي العالم الابرياء انما بالسجون؟ نعم. زين يعني النازحين ما ماخذين حقهم، السجناء ما ماخذين حقهم، الشهداء ما ماخذين حقهم، يعني والله ما ادري استاذ عمر شنو هالدوله هاي وشنو هالحكومه اللي قاعد تديرنا، يعني ميليشيات مسلطه من ايران يعني نعم. هاي كل احنا امورنا صارت بيد ايران، واذا تنفذ اوامر ايران هاي الحكومه. نعم. ابو طه هم سوموك على مبالغ ماليه؟ سومونا. احكي سولف. احنا عندنا 5 دفاتر. نعم، منو اللي راد من عندكم؟ على استناد وسيط بيناتهم. وسيط. زين. اي. نعم. طوني 5 دفاتر، هو الولد يتيم، ابوه متوفي. نعم. زين. فاحنا هنا يجي ولا 5 دفاتر. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اي والله. واني اشكرك استاذ عمار. أشكر قناة الرافدين. أنا أشكرك، ربي يفرج عنا وعن جميع المظلومين، عن جميع المظلومين يا رب. هذا الحال في العراق اليوم. ملف آخر، طبعا هاي كل سنة ما شاء الله الجواز العراقي يعني يحتل الترتيب الأخير، هاي السنة محتل الترتيب ما قبل الأخير في أحدث تصنيف لأفضل الجوازات حول العالم. جواز العراقي يحتل المرتبة ما قبل الأخير، التصنيف متقدم على الجواز الأفغاني، تخيل، متقدم على الجواز الأفغاني الذي يتذيل قائمة الجوازات، حيث يستطيع حامل الجواز العراقي الدخول إلى 34 دولة فقط أو الحصول عليها فيزا لدخولها عند الوصول إلى المطار، يعني هم يأخذ فيزا من المطار. هاي إنجازات اللي 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 خلال 15 سنة سوت وزارة الخارجية، يعني وزارة الخارجية إيش قدمت للمواطن العراقي إن كان في الداخل وإن كان في الخارج. في الداخل إذا كان إصدار الجواز من معايير الجواز أن يكون يعني ذو نوعية جيدة، الورق يكون نوعيته متعامل فيها دوليا، ما سمعنا أنه وزارة الخارجية من 2003 ولغاية الآن يعني تقدمت خطوة، اللهم إلا بتعيين يعني أقرباء الوزير، إن كان الوزير الأول هوشير زيباري أو الوزير اللي إجا وراه إبراهيم الجعفري، وشفنا القوائم اللي صدرت قبل أيام كيف أنه إبراهيم الجعفري قام بتعيين يعني تقريبا 35 أو 45 شخص وهو أصلا طلع من الوزارة، يعني فقط خطابات وسوالف وحكي ويطلع يحشي حكي ما مفهوم عليه، أما أنه قدموا شيء للمواطن العراقي في الداخل أو في الخارج لم يقدموا، يعني حتى على مستوى العلاقات الدبلوماسية والسياسية بين الدول، إن كانت ما بين الدول يعني بين العراق وبين الدول العربية أو بين العراق، اللهم مع إيران العلاقات ممتازة، خلينا نكون يعني صادقين وواضحين بهذه النقطة، أما مع بقية دول العالم يعني أنت ما تجي تعقد اتفاقية ويا دولة أو تجي أنه أنت اليوم تجيب شركة من دولة الفلانية، كان من الصين، من روسيا، من أمريكا، من أي دولة، هناك مقابلها شيء، أريد أن أنه المواطن مالتي يدخل هذه الدولة بدون تأشيرة، حالك حال بقية الدول، شنو فرقك أنت عن الدول الباقية؟ بس هذا لا يخطر في بالهم أبداً أنه المواطن العراقي يسافر ويروح مرتاح ويجي مرتاح، لا، لازم أنه يكون متعذب دائماً في ظل هذه الحكومات المتعاقبة. أبو مصطفى من الموصل، تفضل أبو مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. حيا تبقى أستاذ عمر، والله أستاذ هي أول تعويضات هي شيء، خلينا نتكلم على أرواحنا، التعويض أم بيذ أقول لك ما أريد. نعم، إحنا سولفنا. الله اللي يعيش، والله اللي كنا. إيه.
سولفنا بالبداية على وضعية السجناء. نعم، وضعية السجناء في الموصل. أنت قريب على 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 الوضع وتسمع وتسمع من ذوي المعتقلين. إيش تسمع أبو مصطفى؟ شنو اللي ده يصير ويا المساجين بالموصل؟ والله إذا وقع بين الميليشيات ما يطيب، تقابل الوديات ملقوح، إذا هذا يرجع على الهرجة هاي ود. نعم. اثنين المسجون داخل على شغلة بسيطة، تلقاه يشوف الأمر يذوق الأمرين من الشرطة والاستخبارات والأمن يعني ينهكوك من الرشاوي حتى يكبروكم بتهمة غافل عنها أنت لا تدري بها ولا تعلم. ففي سبيل بل أو آخر أموال من ذوي السجناء نرجع عنه بالتعويض وأي تعويض. نعم. أين المواد الغذائية؟ وين المدارس؟ تعال شوف المدارس لحد الآن كتب قرطاسية ماكو. نعم. ارجع عنه بأي دائرة تروح لها إذا ما تورق ما تثبات بشي لك بعامله. نعم. تحشي يقول قبل يلبسك توم أنت داعشي. بس أنا من خلال قناتكم الشريفة أوجه ندائي للأخوة العرب اللي يجيبون خاصة للخليج اللي يتبرعون لأهالي الموصل والرمادي نقول وغير محافظات المنكوبة، عليهم أن لا يسلمون حتى الملالي الشياطين. مع احتراماتي مع جل احترامي لبعض الملالي، الوقت السني اليوم أصبح نقمة على الشعب. نعم. هذا أبو بكر كنعان ما شو اسمه هذا يعني جد أقول لك حرامي بالحرف الواحد، كلهم حرامية. الشرفاء الموجودون علماء الدين الموجودين بالموصل والمناطق المنكوبة كلهم الأجلاء الطيبين من شعبين وما لهم لا حول ولا قوة، وأكو ناس تصدق عليهم شوف لأنهم شرفاء يخافون الله رب العالمين. فما كل من يقول لك يصل هذه التبرعات أو الخيرات إذا تجي حتى من الخارج ما يخلون، لا ينظرون ولا يخلون، رحمة الله تمطر عليهم. نعم. اللي جاي يجي من الخليج. انقطع الاتصال مع أبو مصطفى من الموصل، كان معنا. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين، بالحديث عن موضوع المعتقلين والسجناء. كذلك يوم أمس Human Rights Watch المنظمة الدولية المعنية بحقوق الإنسان يعني جددت من انتقادها لعدم نزاهة القضاء في العراق، وأكدت بأن المتهمين بقضايا تخص الاشتباه بالانتماء لتنظيم الدولة لا يخضعون لمحاكمات عادلة. موضوع آخر اليوم احنا قلنا ناخذ يعني أكثر من ملف في هذه الحلقة. قبل ما نأخذ هذا التقرير أو الملف الآخر عندنا اتصال عبد الرحمن من السليمانية. تفضل عبد الرحمن. أخي عمر السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله وحيا الله حيا ودوم شاد البرنامج والله. أهلا وسهلا بك أخي عمر. خلينا نتكلم أول مرة ذاك اليوم قلت ما موجود على مود وزارة العدل والمرشح لوزارة العدل. نعم. إذا ممكن وإذا ما ممكن تفضل برنامج مال. ألو تفضل أبو عبد الرحمن تفضل أسمعك. بالنسبة لوزارة العدل أخي لا يخفى عليك أنت إنسان مسلم ومثقف، بالنسبة للعدل العدل اسم من أسماء الله الحسنى وصفاته مصطفاته سبحانه وتعالى يعني، وبما أنه اسم من أسماء الله الحسنى وصفاته مصطفاته
زين حث الناس وامرها ان تحكم بالعدل في مواضع كثيره، يعني من القران لا تخفى على كل مسلم يطلع القران. يعني انت تعقيبا على كلامك قلت يعني مو مشكله الدين، يعني يجي واحد يلزم مجالات العدل مو شرط الا مسلم، لا شرط من الشروط لازم مسلم، لان الدستور العراقي تلفي المواضيع اللي فيه مواضيع شرعيه، منها مواضيع الطلاق ومواضيع الميراث ومواضيع يعني الى اخره. احنا مو الغايه يعني ان نقصي طائفه او اقليه معينه، احنا كنا حاكمين العراق 35 سنه، تعرف كل الزين اللي قائم اللي مطلوبين 55 واحد تعرفهم انت كل الزين، من عندهم 36 شيعي ومن عندهم اكراد ومن عندهم مسيح ومن عندهم وزير الخارجيه كان مسيحي طارق عزيز الله يرحمه. نعم. وهسه وزير خارجيتنا حاطين لهم واحد مخبل ما يعرف جزوا الفرات منين بعد. نعم. المهم مو هذا موضوعنا. بس انت يا اخي يا حكومتنا الجعفريه اجلكم الله، انت من تريد يعني هيك تريد يعني تضيع الدين وتضيع، يعني انت من هيك يعني تريد تخلي الناس تشارك على اساس ما تريد تخطي المسيح، يا اخذها او رشحها خليها رئيس الديوان الوقف الشيعي لكم ولا لكم وفصل عليكم تفصال وبالعافيه عليكم. احنا ما شرفنا يكون وزير عدل، يعني بيحكم راح يحكم، يعني الله سبحانه وتعالى يقول ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون واولئك هم الكافرون واولئك هم الفاسقون. نعم. هذا كلام موجه للمسلمين اخي، مو الوحده النصرانيه. نعم. الدين الاسلام. زين عبد الرحمن القرآن ولا نعم احنا تحدثنا عن هذا الموضوع ديش الحلقه. زين هم المسلمين اللي تولوا وزاره العدل من العام 2003 ولغايه الان. اذا حكينا على موضوع المعتقلين، هناك معتقلين باعترافهم بألسنتهم بانهم ابرياء. ايش سووا ذول المسلمين؟ مو احنا هم راح نوقع بهاي الاشكاليه. اذا احنا نتحدث بالدين راح يقول لك المسلم والمسيحي وغيره يقول لك انتم كمسلمين تدعون الاحزاب الاسلاميه، ايش سوت بوزاره العدل؟ اذا حكينا على وزاره العدل. اخي عمر احنا مو موضوعنا ان نشرش ونكفر هذا لا 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 احنا ما لنا علاقه بهذا الموضوع. احنا بدنا نتحدث على هذه الوزاره، انت طرحت هذا الموضوع ونقطه مهمه. ايش سووا المسلمين اللي تولوا وزاره العدل؟ اخي عمر مو انا سبق وان قلت لك هذا النداء موجه للمسلمين، هذول هم لو عندهم ذره اسلام وبس يعني يطلعون ويقرون ثلاث ايات متتاليه في المائده وجناب الكريم مطلع عليها وتقرا القران ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، يعني او اولئك هم الظالمون واولئك هم الفاسقون، ثلاث ايات متتاليه في سوره المائده، يعني هو اللي يقرا هاي الايات يتجاوزها هذا مسلم مو مسلم، هذا يا اخي ما ينطق عليه كلمه تنطلق عليه كلمه مسلم، يعني الله سبحانه وتعالى قال لك انت لا ما احكمت بما انزل الله انت كافر، الله سبحانه وتعالى مكفره وحاسب من الظالمين وحاسب من الفاسقين، مو انا اقول ولا انت تقول يا اخي العزيز، انت حسن الشمري من يجيب الناس الابرياء من الشارع يحكمها بالاعدام على وشايه مخبر سريه والاعترافات بالاكراه، هو هذا مسلم وهو اعتبره مسلم؟ مو مسلم اخي العزيز هذا، ما انا اللي ما يحكم بشرع الله سبحانه وتعالى وما يحكم بما انزل الله مو مسلم، الله سبحانه وتعالى يقول كافر، مو انا اقول اخي العزيز. والجماعه بالنسبه للتعويضات ليش الجماعه كانوا يحكمون بالقران يعني قبل ذيك السنوات؟ اخي العزيز مو ذولاك، احنا ما نحفظ اي جهه، احنا جاي نحكي على الشرع الاسلامي بصوره عامه. نعم. ما اخذ جهه معينه اخي. نعم. يعني لا تهتم يعني كلامي اجلك لا لا فاهمك فاهمك بس انا حتى نوضح اكيد المشاهد راح يطرح هذا التساؤل. راح احكي بصوره عامه على تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى. نعم. ظلت التعويضات بالنسبه للرمادي للموصل والغير، انتم جماعه الرمادي مو عندكم ما شاء الله يعني هذا كتكوت البرلمان محمد الحلبوسي ما تحكم تداعونه مو انتم ترشحتوه انتخبتوه يدعوه على التعويضات مو بمدينتكم يا اخي مو صعد على كتابكم باصواتكم صعد قلت يا ابي هاي مدينتك ومحافظتك وانت شهداء وتضحيات دير بالك علينا والله الله بالمروه والحكي والله ما والله اخي عمر انا مرات يعني شفني تطلع من عندي كلمات يعني ما تليق بيكم بالبرنامج
واسال الله الواحد الاحد ان يكشف هذه الغمه عن هذه الامه، ما عندنا غير الله سبحانه وتعالى، والعوده الى والتوبه النصوحه، والله سبحانه وتعالى يهدي ترضى ان شاء الله يا اخي العزيز. ان شاء الله ان شاء الله ربي يفرج عن العراق. خلونا نقرا بعض رسائل الواتساب. يقول في رساله يقول سلامي لكم والى ابو طه من الاعظميه، واقول لعمي يا امم متحده ناشد، الامم المتحده تقول حكومتك منتخبه، واحنا شوفناك الديمقراطيه، واهل العراق الاصليين صاروا ارهابيين. يقول عمي ابو طه شقد من ابنائنا وزلمنا بالسجون، كلهم عندهم غيره وناموس، بس الامم المتحده وحقوق الانسان العراقيه يعجبهم هيك. يعني قال لان الديوث احسن بالنسبه لهم. فيا اخوي شاره العراق منتهيه والحكي ما يفيد كما يقول. رساله اخرى يقول فيها، يقول اخ عمر احدى القنوات عرض، يقول هناك عصابه تخطف طالبات مدرسة ابتدائية في منطقة الأمين الثانية، وإحدى الطالبات أقارب، يقول هذه العصابة تقتل البنات وتسرق كلياتهم وتبيعها، هذا على لسانه، إلى أين وصل البلد؟ سؤال للمرجعية. رسالة أخرى يقول فيها أخي عمر، الوضع في العراق في عموما في العراق وهذه الحكومة خصوصا هو واقع يوصف بالمأساة الحقيقية، صعب وصفها لمعاناة العراقيين من عدم توفر الخدمات للشعب وعدم إيفاء بالوعود الحقيقية. الحكومة لم تركز على موضوع معاناة أهل العراق، وأزمات كثيرة لم تحل 15 عاما في هي العمر الحقيقي لواقع البلد في ظل حكومة محاصصات طائفية، لم تعمل على توفير جميع متطلبات الحياة الكريمة، لذلك الحل الوحيد هو تغييرها بثورة عارمة وإيجاد حكومة إنقاذ وطني تخدم الشعب وتلبي متطلبات. لا تتوقع أخي عمر منهم أي خير، لأنهم حكومة فساد ومحاصصات طائفية. الشعب ينتظر تقرير مصير البلد في ظل حكومة فاشلة فاسدة أساسها مبني على محاصصة طائفية. أما موضوع انتهاكات الميليشيات للموقوفين وحالات الانتهاكات في نينوى وغيرها خصوصا البصرة، تمارس على العوائل من تعذيب وقتل وكل أشكال التعذيب والقتل في بلد تحكمه أحزاب طائفية. حقوق الإنسان يقول تنتهك، والعدالة والقوانين فيه غائبة، يجب محاسبتهم على هذه الأفعال والتحقيق بكل ذلك. لك الله يا عراق العروبة والقيم، عشت حرا شامخا عزيزا بهمة أبنائك الأحرار الشرفاء الغيارة، مبروك من الإمارات. رسالة أخرى يقول فيها السلام عليكم، شلونك أخي العزيز؟ أني سيف، أنا أبو سيف من جنوب الموصل، أخي من طبة الحكومة إلى الموصل، ولحد الآن أكثر من 800 شاب تم اعتقالهم، ولغاية الآن لا يعرف أحد مصيرهم من قبل الشرطة الاتحادية والرد السريع وأحد ضباط الشرطة الاتحادية. تظهر شون على الفيسبوك يعدم أكثر من 50 شاب يوميا في نهر دجلة في منطقة حمام العليل، حسبنا الله ونعم الوكيل، ويساومون المساجين على أعراضهم وعلى أموالهم. هذه رسالة من أبو سيف من جنوب الموصل. رسالة أخرى يقول السلام عليكم أخي عمر، أخي اكتب الرسالة كاملة حتى نستطيع نقراها، معنا اتصال بس علي صوتك مدى أسمع. أبو ياسين من ديالة، تفضل أبو ياسين. يا الله يا عمر، حيو الدوم، يا اهلا وسهلا بك، تفضل. هيك الاخوه الدنيا هي تناشد الطالب الحكومه، اخت العزيزه من طين وذن العجين، لان الشعب اصبح غنيمه للسياسيين السنه والشيعه العرب والكرد والنصر، عندنا اليزيديين والمسيحيين، وهاي كلها تقاسمتها تقتل بينا كلها، ما تستثني نموت مظالمهم. يعدوا على طاولة وتقاسمونا شلون يقتلونا وشلون يهدونا وشلون يجيبون داعش ويأخذون حصصهم. أما موضوع تعويضات الأنبار قبل رشوة يا عمار، جت التعويضات قبل سنتين بالكحوت رفعت تقاسموها، كل واحد هذا تعويضات 3 مليارات ومليارين، والشعب روح استخراجك بالحايط، ويفقد العالم من الله، الله يكفينا شر ومشدعش، يمكن راح يجيبون لنا داعش مرة أخرى يفرون على الأنبار من سوريا، لأن نعم لانه كنا شفنا حسن نصر الله شلون فرض للدواعش وعبرهم عن الحدود العراقيه وضغط مرجعيتنا نايمه وسياسينا نايمين كنا مستفيده، وهسه قبل البارحه والبارحه الاخوه المستوطنين يقولون
قلت الشعب اخي يقولون ضحكوا على الشعب، ما ضحكوا علينا اخي، ما ضحكت علينا الحكومه، ضحكت عليكم المرجعيه، لان هذا جابت عادل عبد المجيد جابت المرجعيه اساس له المدرب لا يجرب، الناس ما راح يوقف فشل فيها، شلون بعد التجربه حمراء صفراء، فجابوها بدون كل شيء، حطوها موافقه ايران والمرجعيه جابوها حطوها، وهسه اخر ما راح تمرها هاي الوزاره راح يمررونها، هاي اسماء واسماء كلها تمر غصبا عليها مفروضه، هاي تنصب وتكرس وتقطع الميليشيات الطول والجول وماكو لا حكومه ولا مصلحة تشيلها من بالك، والاخر عبد الرحمن ابو يوسف يمانية هو مو تصدي، هذا قرايبي، انا بطل وابنه بطل، انا من ابناء ابطال، والله العظيم ضحى ولكن مع الاسف جت من ذول الدحين استلموها، ما تقول وين محافظته هو، هو الاستاذ ابن عزيزي، فاشوف الناس المترفين الابطال راحوا تحت الساق وبغت علمي مش عيبهم عيب. هذا اللي جابتهم ايران وامريكا، وذول هذا الحشد العصايب والعصايد من يتبدح يقول امريكا القاتل امريكا، لا امريكا جابتكم عشان ادلكم الله عشان تحت البسطال الامريكي، صح هسه علينا مختلفه امريكا، فانا بتشوف امريكا شلون راح تظل سيطراتهم، وانا واقف علينا نسجل امريكا، لان امريكا هي النص الكبير وهي السياسيين النصوص اللي جت علينا واستلمتها، شوف هسه هذول الوزارات تقدم الشعب كل ما تقدم غير الاهانه والقتل والجوع، هسه شوفوا جماعة البصرة والميسان والديوانية والأسرات الأوسط إخوان، أريد من عندكم موقف وأريد من عندكم مدة، لا ظلوا العدى حتى الطبل خف ينزل لي، ما يفيد لا مي ولا كهرباء، يفيد الصح شلع الحكومة من جذورها حتى ذاك الوقت تكونون عرب أصحاء تخدمون عراقكم وتمتازون على عراقكم، وبعدين وصلت على المدرسة يا أخ عمر، أنت أنا تعرف ما أنت القرن الماضي بأيام القادسية، أنا أتت المرجعية ما استقبت الاعتذار، الله ما تكلم الإيرانيين أخذوا موضة قدم وأخذوا مدرسة أخذوا المعلمات من مدرسة الاعتذار والمصيرين، هذا اللي من الجنوب ومن الموصول لا من زيارة ولا من الأنبار، أخي المرجعية أول المستفيدين من مناهج الحكومة ومن إيران، وخل نعم نعم أخ عمر ما أسمعك. نعم أبو ياسين، أنا أشكرك أبو ياسين من ديالى، كان معنا اتصال سامي من بغداد، تفضل سامي. سامي تسمعني؟ سامي يبدو أننا فقدنا اتصال مع سامي من بغداد. ملف آخر، تقرير استقصائي ذكر بأن هناك تزايد في حالات الطلاق في مختلف المحافظات العراقية، أكد مجلس القضاء الأعلى في العراق بأن هناك 10 حالات طلاق كل ساعة، كل ساعة 10 حالات طلاق، وأضاف التقرير بأن ساحات المحاكم القضائية تشهد ازدياد في حالات الطلاق، بعض تفاصيل قصصها غريبة، وأشار إلى أن معظم حالات الطلاق تخص أزواجا في أعمار مبكرة. بحسب البيانات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى فإن البلاد شهدت 48,147 حالة طلاق على مدى الأشهر السبعة الأولى، تصور عزيزي المشاهد السبعة الأولى أكثر من 48,000 حالة طلاق من العام الحالي، ويعني ترجح جهات قضائية أن يقفز العدد إلى نحو 100,000 حالة مع انتهاء العام بزيادة نحو 30,000 حالة طلاق عما سجلته البلاد العام الماضي. هذا ملف آخر بسبب يعني تراجع القيم والعادات في العراق بعد العام 2003، حتى العيب خلص بعد ماكو في، يعني مع الأسف ضربت القيم في البلد، وعلى أتفه الأسباب أتفه المواضيع، على مسلسلة على 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 يعني خلاف رأي بسيط يتم يعني هدم بيت كامل. اليوم هذا الحال في العراق. عاود الاتصال معنا سامي من بغداد، تفضل سامي. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا هلا بك. تحياتي. الله يبارك فيك، تحياتي لحضرتك وإدارة القناة. أهلا وسهلا بك. العاملين. والله يا أستاذ عمر يعني ما نعرف مين نمسك الخير سبحان الله، وأما الله يساعدك ويساعد القناة إنه تتقلب أنت بين هالملفات هاي. نعم. يعني ماكو فد ملف وأبيض الوجه.
من 2003 لحد الان يعني يا اخي العزيز. أيوة. لا سنه ولا شيعه ولا كراد ولا مسيحيين استفادوا. طبعا يعني شوف يعني شلون هذا اسلام الجماعه جايبين لنا اياه ولا مسيحي بقى تقريبا يعني. يعني أبيدو سامح هذا الكلام مال هذا المجرم المالكي تذكره مال كذا لو 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 احنا نبيتكم يعني لو انتهوا لو سوف تنتهون هالشكل يعني. نعم. انتهوا قبل ان تنهوا بالضبط. رحم الله والديك يعني والديك. يعني اصلا ما لهم ذكر الخطيه اخواننا المسيحيين. وانت تعرف يعني العراق هم اصلا هم اصلا اهل السكان الاصليين يعني سبحان الله. زين يا اخي يعني يعني نستحي نخجل امام الدول العربيه والدول حتى الاوروبيه الغربيه يعني. نعم. ما في فد ملف يبيض وجه العراق والعراقيين يا اخي. نعم. يعني كلها هاي يعني كم مجرم وكم منافق جاء من ايران والله يعني. لا حتى هذول جماعه المذاهب يعني جماعتهم يعني حتى هم مستفادين. شوف المناطق الوسط والجنوب والله أدونا احنا وهدموا بيوتنا وهجموا على المناطق الغربية. طيب جينا انتوا يا اخي يعني انا متعجب يا اخي يعني كيف هالشكل هاي يعني كم مجرم وكم حرامي اجى من يعني شلون انطوا شو اسمه انطوا قائمة. انت تفسد وزارة كذا، انت تفسد وزارة كذا، انت شكو سني. نعم. كان يعني شو يسمون يعني شويه يحب الوطن ويحب ال يعني هالمسائل كلهم قضوا عليهم كلتهم يعني. طيب. نعم. وطلعوا لنا بعدين بالاخير مساله هاي الكفاءه الجهادي وكذا. هذا مو هياتهم. هذا الكفايه جماعه بعدهم. نعم. يا استاذ عمر بعد هياتهم هذول داعش رجعوا يعني مو ذاك اليوم العبادي والنصر وشغلات وكذا. لا عليهم من يضحكون يا اخي العزيز. هذول نعم. عليهم من يضحكون. استخدموا ولدنا ولد الخايبه اهل الوسط والجنوب استخدموهم وبعدين اول ما قامت شويه شراره بالبصره ابادوهم يا اخي. يعني انا والله ذا تعجب يعني. يعني ماكو فد ملف تمسكه يعني يقول لك ما شاء الله يعني ذول الجماعه سووه. نعم. يعني البارحه قاعد اتفرج على برنامج لا يعني في جميع انحاء العراق من الشمال الى الجنوب يا بها المستشفى والله هذا زمن صدام حسين يا بها هذا الشارع عمو هذا زمن صدام حسين عمو هاي المحله وهالبيوت هاي الحلوه والله ها اسفين يعني هذا زمن هذول سووا يعني يعني انا يعني كلها على مود فقط المذهب يعني معقول هالشكل هيك نبعنا يعني مو لا يعني يضحكون علينا يقولون يعني هم اكثر ما عندنا لو شيلوا كذا احنا 50 50 يعني هم الاخوان الشيعة 50 احنا سنة 50 بس عمي ما يخالف يلا 15 سنة انت لازم حكم سويت انت غير من تلزم حكم انت لزمت حكم بعد شو لك انت بهاي السوالف اقعد ابني واسس بس وين القبض ماكو شيء على الارض ماكو شيء هاي محافظات الجنوب عمر. محافظات بالضبط. الجنوب شوف اللي بيها يا استاذ عمر هي. نعم. هاي المشكله يعني اني واحد يضحك علي والله احنا يعني غير مثلا كيف والجماعه اهل الوسط والجنوب اي ما شاء الله جت حكومه جعفريه حكومه 12 حكومه. نعم. طرقاعه يعني غير شويه يفوديونا مثلا غير يجي الشخص اللي يخاف ويحب اهل البيت غير يوقف ويقول يابا احنا خلصنا من الحقبه السابقه. نعم. خلصنا من كذا مع انهم بنا وكذا وهاي زين احنا راح نسوي احسن شوفوا يا شباب بس احنا شلون ذاك الرجال قال لا حد يتقرب على تيلي روح ايش تسوون سووا ابن العراق ابن كذا بس ما حد يجي قصر الجمهوري والناس صدق سبحان. نعم. الله كل واحد انترك انا اشكرك اشكرك سامي من بغداد معنا اتصال ام محمد من المانيا تفضل يا ام محمد يا اهلا وسهلا هلا بك اخوي لك الفضل. اولا الرجال اللي هسه سويت لي قاويه ما حس الا الصحيحه الوحده. اثنين العراق طبعا مدمر في شلون يقولون الفتره المظلمه. لا. العراق بالفتره المظلمه والعراق ما راح يصلح بايد وحده اذا ما يتشادفون سنه وشيعه وعرب واكراد وتركمان وكل الطوائف اذا ما تستاتف وتخلص من هالحكومه
ما راح، مستحيل ينهض العراق من جديد. نعم. ثاني شيء انه الوضع الحالي ما يصير لا شيعة ولا يصير سنة ولا يصير العدو ولا يصير الصديق. فاذا ايش منتظرين؟ والحكومة ملتهية بحالها، هذا لي وهذا لك، هذا المشروع لي وذاك المشروع لك. نعم. وماخذين مشاريع وهمية وكل من يخلي بجيبه. فاذا ما ملتهين بالشعب، ما لهم علاقة بالشعب. نعم. والله يرحمه بزمن ذاك الرجال مثل ما قال هذا الرجل انه كل كان تقرب على كل شيء، بس تقرب عليه وهذا من حقه. لا الدين ولا السياسه ما حد يتقرب لها، لها اهل السياسه للسياسه واهل الدين للدين. اما الشعب الى لقمة ياكل ويعيش يثقف ياخذ مثلا حقه بالمجتمع، مو من حق الدوله ان تتدخل ايضا بحياته بالصغيره والكبيره بس توفر له كل شيء. هذا اللي نعرفه نحن. بس مع الاسف حاليا لا والله، العراق يعني هسه زمن السقوط. صحيح العراق هسه ساقط. نعم. اي والله، وراد له من يقولون تكاتف وتعاون، وراد له جهد جهد جهد، يا الله ينهض او يتخلص من هذه الحكومه او يتخلص من هذا المرض اللي بيطلع عنده. نعم. هذا اللي كل اللي يريده. نعم. أنا أشكرك أم محمد من ألمانيا. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، تحدثنا عن ملفات عديدة، منها المعتقلين، منها ملف التعويضات، منها ملف زيادة حالات الطلاق. مع الأسف كل ساعة 10 حالات طلاق فقط في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، وصلت الحالة إلى أكثر من 148 ألف حالة. من المتوقع أن تتجاوز 100 ألف حالة مع الأسف. تحدثنا عن موضوع ترتيب الجواز العراقي، وصل إلى ما قبل الأخير في الترتيب العالمي. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، وإلى اللقاء بإذن الله.